الفيديو ده ان شاء الله هيكون دليلك لعمل مدونة الكترونية على بلوجر ابتداء من اول عمل حساب جيميل انتهاء بانك تستلم ارباح المدونة في ايدك. الفيديو ده هيكون دليل شامل ليك لعمل المدونة، لان ناس كتير سألتني قبل كده في التعليقات، واخر تعليق جاني بيقول لي انا عايز اعمل مدونة الكترونية بس عايزك تدلني على الخطوات او الفيديوهات اللي انا اتابعها بالتفصيل. الفيديو ده ان شاء الله هديك مرجع او دليل تتابع مع الفيديوهات ابتداء من اول عمل حساب على جوجل، ازاي تعمل مدونة، ازاي تشتري دومين، ازاي تركب الدومين بتاعك، ازاي تختار قالب بلوجر سواء كان مجاني او مدفوع، ولو هتشتري قالب بلوجر تشتري منين، ولو هتحمل قالب بلوجر مجاني. هديك ان شاء الله مجموعة كبيرة من القوالب المجانية النظيفة، وبعد كده اعلمك ازاي تكتب مقالة بطريقة صحيحة متوافقة مع شروط الـ SEO، واعلمك ازاي تجيب كلمات مفتاحية للمقال بتاعك، واعلمك ازاي تسجل الموقع بتاعك في جوجل ويب ماستر، وهعلمك ازاي تقدم في جوجل ادسنس وازاي تتقبل في جوجل ادسنس، وهي شروط قبول المدونة في جوجل ادسنس. دي المشكلة الكبيرة اللي بيعاني منها الناس، وان شاء الله بعد ما يتوافق على حسابك في جوجل ادسنس هعلمك ازاي تفعل حسابك عن طريق البين كود، ولو البين كود ما وصلكش هعلمك ازاي تفعل حسابك عن طريق البطاقة الشخصية او جواز السفر، انتهاء ان شاء الله باني اعلمك ازاي تستلم ارباحك عن طريق وسترن يونيون او عن طريق الحساب البنكي. وبعد كده يبقى في مجموعة دروس متقدمة، كل ده جمعته على مدار 3 ايام في دليل عبارة عن مقالة موجودة على الموقع بتاعنا، تمام؟ كيفية انشاء مدونة بلوجر احترافية والربح منها. المقالة تلاقيها في واجهة الموقع بالشكل ده، ومشي معاك خطوات بالترتيب بقى من اول انشاء حساب، انشاء المدونة، انتهاء بانك تستلم ارباحك من جوجل ادسنس، تمام؟ كل موضوع من دول هتلاقي فيه فيديو تفصيلي بيشرح الموضوع ده، تمام؟ بالمناسبة ان شاء الله هعمل جروب خاص ببلوجر عشان نستقبل عليه اسئلة الناس واستفساراتها، بس محتاج مجموعة معايا من المشرفين من الناس الفاهمة علشان تقدر ترد معايا على الاسئلة. اللي عاوز يبقى مشرف معايا يكلمني على الواتساب على الرقم ده، بس الرقم ده مش للدردشة، الرقم ده هستقبل عليه رسائل الناس اللي عاوزة تبقى مشرفين في الجروب بس، غير كده انا بعتذر مش هقدر ارد على اي رسائل بتجيني على الواتساب. هسيب لك رابط الجروب في الوصف اسفل الفيديو، ادخل اشترك فيه، ولو عندك اي سؤال سيبه هناك وان شاء الله برد عليه. ومرة تانية الناس اللي عايزة تكون مشرفين معايا في الجروب ان شاء الله يبعتوا لي على الواتساب، بس اتمنى يا جماعة اللي يبعت لي يكون حد فاهم وعنده القدرة ان هو يقدر يرد على الاسئلة. وبالنسبة للدليل او المقالة اللي معانا لو ناقص فيها اي نقط قولوا لي عليها وانا بضيفها ان شاء الله. واخيرا تقبلوا تحياتي، كان معكم احمد قطب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.